ليك تفسير عن استبعاده من المنتخب؟ آه ليه تفسير. إيه؟ فتش عن فنجادة. فنجادة؟ أنا لما كلمتك في التليفون ما رضيتش أقول. بص يا سيد الفاضل، اتفضل. البرتغاليين دول عرب عايشين في أوروبا. عرب عايشين في أوروبا. تمام. برتغاليين أوروبا بتاعتهم غير أوروبا بتاعت ألمانيا ولا إنجلترا ولا فرنسا ولا الدنمارك ولا بلجيكا ولا سويسرا ولا السويد ولا الدنماركيين. دول البرتغاليين عرب عايشين في أوروبا، دماغتهم بتاعتنا ملمسة معانا. واسأل مانو جوزيه التركيبة والشخصية والجاكيت لما يتقلع والبتاع والجزمة لما تحط كده وفي الباص وانت طالع مش عارف ايه واللي يخش جوه الأوضة. عبقرة في الحتة دي. ما احنا برضو العرب احنا عبقرة في الكلام ده، بس هم بالمسحة الأوروبية مع التركيبة دي نورماندي تو سيري على بركة الله. لو ما كانش مورينيو يبقى مورينيو. هم من تلتي عندهم مع الشخصية بتاعتهم يعرفوا يعملوا وجبة تصلح للكل. في أكلة ما يأكلهاش إلا الصيني، وفي أكلة يأكلها كل العالم، هم يعملوا دي. أكمل لك. هو في الأول ما خدش شريف وما خدش أفشة. إيه ده بقى؟ في إيه؟ صدمة لينا كلنا. والله بصدق الدنيا اتقلبت. الله، إيه يا عم كيروش أنت في إيه أنت؟ ما لغاية ما حد قال له إيه، إهدى شوية، إهدى شوية، ستوب. قال له يعني إيه؟ قال له الدنيا بايظة. فنجادة ذكي، أذكى أذكى طبعا، وعاش في وعاش في المنطقة العربية طبعًا. واخد كأس آسيا مع السعودية، وجا هنا مع الزمالك وعايش. فنجادة أنا أعرفه على فكرة، عارفه شخصية يعني، وعملت معاه برضو انترفيو هناك في لشبونة. ففنجادة ولا حد غيره يجرؤ، عشان ما حدش يظلم ضياء السيد ولا يظلم شوقي ولا يظلم أحمد مجاهد ولا فنجادة قال له الدنيا اتقلبت، اهدى شوية. قال له إيه؟ قال له اعدل الدفة. قال له يعني إيه؟ بعد كده انت وانا كلنا اتفاجئنا اني طارق وزيزو، مش صح كده؟ ورمضان صبحي. طارق حامد وزيزو ورمضان صبحي احسن من احسن 10 لاعبين في اول وتاني وتالت جوله في الدوري، ما ينفعش ما تاخدهمش. لكن التلاته دول ضد المعسكر بتاع شريف وقفشه، فيوجد نوع من البالانس شويه. الاهلاوي هدي شويه، والزملكاوي كده فتزبطت شوية، ورجع قفشة وشريف تاني والدنيا مشت، وفي الآخر راح دابح أبو جبل وطارق حامد. ينفع أبو جبل ما يكونش في المنتخب يا إسلام؟ ينفع الشناوي اللي كان مخلي الشناوي عمال يجري ويعمل كده إن أبو جبل لازق فيه؟ مين أكتر حد منافس للشناوي؟ كان أبو جبل. ولما تعور أبو جبل اللي وقف، وابو جبل سنه ونص مستوى عظيم، ايه اللي خلى ابو جبل ما يروحش المنتخب دلوقتي؟ حد يقنعني. عشان قعد ماتش؟ طب ما الشناوي قعد 21 ماتش ما بيلعبش. عشان الخمسه بتاعت القمه. طب ما بص، اللي انت تكسبه خمسه سجل فيك ثلاثه. الفريق اللي انت كسبته خمسه يا اهلي سجل فيك ثلاثه يا شناوي. طب بعدها راح داخل فيك جونين. وقدام المحله وانت بتلعب خمس مدافعين راح داخل فيك جونين. منهم واحده من بين الرجلين. هل ده معناه ان انا ما اخدش الشناوي او اقول الشناوي وحش؟ لا، الشناوي احسن حارس مرمى داخل افريقيا. لان داخل افريقيا طبعا، لان خارج افريقيا انت عندك حارس اياكس وحارس تشيلسي احسن حارس في دوري ابطال اوروبا. فان ان ان ابو جبل يتعمل فيه كده، وطارق حامد يتعمل فيه كده. خد بالك كلمه يتعمل فيه كده، لا يجوز. ابو جبل حارس عملاق. طيب معنى كلام حضرتك ان الراجل ده كيروش مش هو اللي بيقرر، مش هو اللي بيختار؟ لا بص فنجادة بيسوق. بص بلاش نخليها كده. ما انت بص بقى، لا بقول لك نصيحة في حاجات معينة عملها. وخلي بالك كيروش كان ماسك منتخب إيران في مباراة في قطر، وأنا كنت بعلق عليها، وقعد وراه. هو قاعدين كده في البنش، الكرسي اللي وراه على طول قاعد وراه فنجادة. جابه وراه مستشار ليه، فهو بتاعه حبيبه يعني ويثق فيه. وأنا عملت معاه انترفيو وسألته تستعنت بفنجادة كذا كذا، رغم ان انت تاريخك وانت مانشستر يونايتد وانت ريال مدريد وانت ثلاث مرات كاس عالم وانت وانت وانت. قال العينين غير الاربعة. وحد بقيمة فنجادة قيمة كبيرة، اذا لا يقلل ابدا من اي حد. هو فنجادة اللي رشحه وفنجادة اللي تفاوض معاه
ويمكن ما بقولش سري يعني، حصل جلسة ما بين أحمد مجاهد وفنجادة وكلموا، وهو اختيار كويس. خلي بالك هو